وما كنا نعاني هو من حرمان، من فقد، من حرمان من أتفه الأمور، يعني يحتاجها أي شخص كإنسان. احتجازي فترة تتراوح ما بين 5 إلى 4 سنوات وسبع أشهر، ظروف الحرب والنزاع اللي كان حاصل في البلد. هذه كانت مش متوقع نهائياً إن أنا أخرج من ذاك الأماكن. وما كنا نعاني هو من حرمان، من فقد، من حرمان من أتفه الأمور، يعني يحتاجها أي شخص كإنسان. أولاً من حرية وما يحدث، وكمان أخبار أهلك، زملائك، أحبائك. فكان أصعب شيء إنه لما يكون زميلك يموت جنبك مش قادر تعمل له حاجة. خبر إطلاق صراحي فصدمة فرح، هي كانت سعادة لا توصف. أكيد ولادة من جديد وخروج من الكيان الذي كنا فيه. هاي بعد ما خرجت أكيد تغير استراتيجي، يعني خروج من غرفة مظلمة إلى شمس وهواء واستنشاق وريحية. إذا لم يتواجد القانون الدولي في هذه الأمور، الاحتجاز أو كيف مراحل الاحتجاز وهذا، إنه بتكون إحنا في عالم أو بيصبح الحكم غابة، حكم غابة القوية كل الطائف. رسالتي هي الأولى للسلطات بشكل عام، الدول كامل، فما فيش داعي إنه يوصل لمرحلة إنه لما يحتجز شخص من أي طرف إنه تبقى فترة لا محدود لها. يتعامل معه كإنسان، خلاص هو أول ما تحتجزه أنت ينعزل تماماً على الواقع الذي كانوا عايشه أو الدور الذي كان يمثله. هو أصبح عندك إنسان معزول، أعزل، لا يملك أي شيء. فأنت تتعامل معه كإنسان له حقية الحرية، حقية أنه يتواصل مع أهله.